الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مشاهدينا الكرام، نلتقي بكم من جديد في رسالتنا الثانية من رحلة الحج اليومية، ومع انتظار قرب وصول الحملات البحرينية نرصد لكم جهود وخدمة البعثة البحرينية لحجاج المملكة، وكل حسب موقعه. كخلية نحل تعمل على مدار الساعة، بعثة الحج البحرينية وبعد وصول لجانها كافة لمكة المكرمة تقيم اجتماعها الأول مع جميع رؤساء اللجان العاملة بالبعثة لمناقشة المهام المنجزة والتي ستنجز في كل لجنة على حد سواء، والتذكير بأهمية الإخلاص في العمل والإتقان فيه بما يتناسب مع مكانة شعيرة الحج وبما يليق بسمعة مملكة البحرين، حيث نقلت حرص القيادة الرشيدة في خدمة الحجاج البحرينيين ومتابعتهم المستمرة لهم في أطهر بقاع الأرض. سنويا تعقد بعثة مملكة البحرين الحج عدة اجتماعات مع رؤساء ومشرفي اللجان العاملة بالبعثة، وذلك من أجل الوقوف على جاهزية عمل هذه اللجان لخدمة حجاج بيت الله الحرام وخدمة الحملات التي تشرف على هؤلاء الحجاج. أثمر الاجتماع الأول حقيقة الذي عقد برئاسة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان رئيس البعثة عن تقديم خطط عملية موضح فيها مهام ودور كل لجنة تحديدا، ما الدور الذي سوف تقوم به على أرض الواقع خلال الأيام الماضية التي فاتت والأيام المقبلة التي سوف تأتي بإذن الله تعالى. مثل هذه الاجتماعات حقيقة ننقل كافة المستجدات التي يعني نكتشفها على أرض الواقع إلى رؤساء اللجان. كثير من الحملات تبدي يعني تعاون منقطع النظير، سواء في المخيمات أو حتى في تلبيتها للاشتراطات وإجراءات البعثة في مقرات السكن للحجاج، وهذا حقيقة ما يعكس يعني المستوى الراقي للخدمة التي يقدم من قبل الحملات. مقر البعثة كذلك هو منارة تشع بالطاقات البحرينية التي جاءت محملة بأمانة خدمة حجاج المملكة، وفي كل زواياها تفقدت البعثة عمل أطقمها التي تقدم خدمات إدارية وأمنية وطبية وغيرها، وذلك للوقوف على استعداد سواعد البعثة كافة. نقدم خدماتنا للحجاج من تاريخ تقريباً 24 ذي القعدة، يجي الكادر الإداري لحملة المواصلات والكشافة، وتقريبا نقوم أول نبدأ بالسيارات تجهيزها إلى عمل اللجان كامل، وبعد ذلك نستقبل الحجاج التائهين اللي هو قسم الكشافة يقوم بتسجيل المعلومات عنهم واستضافتهم لمدة معينة، بعدين احنا نقوم بتوصيلهم إلى حملاتهم، وبعدين يكون الترتيب بيننا وبين اللجان العاملة في البعثة إلى التنسيق لخروجهم إلى خدمة حجاج بيت الله الحرام، فيكون كل لجنة حسب تخصصها من الليل نتفق نسوي لهم برنامج كامل، ويوم ثاني يخرجون بسلاسة إلى عمل اللجان حق يكون راحة للحجاج إن شاء الله، ونتمنى لهم إن شاء الله موسم موفق. الله أكبر ولله. ولأن سلامة حجاج المملكة من مواطنين ومقيمين تأتي على أعلى سلم الأولويات، تفقدت البعثة العيادة الطبية واطلعت على أهم مرافقها وأهم ما تقدمه، أكثر من 30 ممارسا صحيا يعمل في هذا المكان وفي المشاعر المقدسة كذلك وعلى مدار الساعة. حرصا من وزارة الصحة على توفير الخدمات التي يحتاجها حجاج بيت الله الحرام، تم توفير طاقم طبي مؤهل يرافق حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة، يتكون من 32
من طبيب وتمريض ومسعفين وإداريين، بالإضافة إلى طاقم التفتيش. أغلب الأدوية التي نحتاجها لتقديم خدماتنا متوفرة، أبوابنا مفتوحة على مدار الساعة، نستقبل الحالات من الحملات البحرينية ونقدم الخدمات العلاجية، نقدم الحالات الطارئة والحالات الاعتيادية، ونتمنى لحجاج بيت الله الحرام حجا مقبولا وذنبا مغفورا بإذن الله، ويرجعون ديارنا إن شاء الله سالمين غانمين بإذن الله. وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر تكاتفت جهودها مع وزارة الصحة السعودية، ويقدم الفريق المسعف باللجنة الطبية خدماته اللازمة لكل الحالات الطارئة. مع الجو الحار ننصح الحجاج عدة نصائح، ما أبرزها عدم التعرض للشمس لفترات طويلة مباشرة، نحثهم أن يستخدمون المظلات، شرب كميات وافرة من الماء، وأخذ فترات راحة عند الإحساس بالتعب، وذلك للابتعاد عن اللي هو الانهاك الحراري. بالنسبة حق المرضى الحجاج اللي يعانون من الأمراض المزمنة، نحثهم أن يكون عندهم دائما اللي هو السوار اللي يحتوي على المعلومات الطبية، مع الالتزام بأخذ أدويتهم في الأوقات المناسبة، وعند الإحساس بأي أعراض يدون يتوجهون حق البعثة الطبية وذلك لمعايناتهم. بالنسبة حق الحجاج أثناء الحج ننصحهم بعدم أخذ اللي هو الأكل المكشوف، ودائما يكون الأكل فريش وما يكون تعرض لفترات طويلة للحر. بالنسبة حق أي حاج يعاني من أي أعراض اللي هو التهاب الإنفلونزا أو شيء، يستخدم اللي هو الكمامات، وذلك للحفاظ على عدم انتقال المرض للحجاج الآخرين. تقديم ورشات عمل تدريبية إلى الكوادر مال البعثات البحرينية أو الكوادر الحملات البحرينية وإلى الطاقم البعثة، أيضا تقديم ورشات عمل إليها، و إسعاف المصابين ونقل المصابين من البعثة إلى مركز النور التخصصي، وأيضا في المشاعر المقدسة في عرفة تقديم الخدمات الطبية أو الإسعافية إلى المصابين، ومن ضمن الخدمات أيضا تفويج الحجاج إلى المشاعر المقدسة طبعا لخدمة حجاج بيت الله الحرام. طريق المشاعر المقدسة كانت حافلة بهذه الجبال التي تحيط مخيمات عرفة ومنى ومزدلفة، وهناك في تلك الأراضي تجولت البعثة البحرينية في خيام المملكة كافة، واطلعت على مخطط الخيام والتجهيزات اللازمة بما فيها الجوانب الأمنية والوقائية وغيرها من الخدمات التي تلبي احتياجات حجاج المملكة. خدماتنا بإذن الله العام هذا عندنا طبعا 66 خيمة بي في سي مقاومة للحريق من إحدى اشتراطات الدفاع المدني، تم التجهيز الحمد لله 66 خيمة مقاومة للحريق، عندنا ما يقارب 550 مكيف الحمد لله، تم تجهيز التطوير بمشيئة الله العام هذا تطوير دورات المياه ما يقارب الحوالي 90 دورة مياه تم تطويرها بالسيراميك والمغاسل الصيني وتطوير جميع دورات المياه. فيما يخص الخدمات الإضافية اللي بنقدمها احنا الحمد لله في مكتب 139، قمنا بتطوير مياه زمزم لجميع الحجاج على مدار الساعة خلال يوم عرفة بمشيئة الله، سوف تكون في ممرضات موجودة للحجيج بإمكانهم أخذ أي عبوة، طبعا أخذ في الاعتبار ما يقارب 10,000 عبوة زمزم. من إحدى أيضا الخدمات التطويرية اللي قمناها إن شاء الله العام الحالي إن شاء الله ونلقى صداها، ما زالت هذه حصريا، أنه بإذن الله تم توفير الواي فاي التغطية الكاملة ل 14,000 متر في مخيم عرفة. الحمد لله رب العالمين، أيضا معاونة مع الأخوان عندنا في الهندسة والموجودين على القائمين على هذه الخدمة في مشعر عرفة، أخذنا في الاعتبار أيضا موضوع الكروكيات. دائما بنعاني الحجاج من أحد المشاكل أو العوائق اللي بنواجهها مع الحملات صعوبة الوصول بعض الأوقات في أوقات الزحام والذروة إلى خيامهم، فاللي الحمد لله قمنا به إن شاء الله السنة هذه أنه أتحنا موقع إلكتروني، وقمنا بوضع أبليكيشن اللي هو تطبيق خاص بحجاج مملكة البحرين، تطبيق اسمه حجاج مملكة البحرين 139 في جوجل في أندرويد وفي الأبل ستور من شئة الله، يسهل على الحجاج في منى وفي عرفات لو الحاج الآن موجود في البحرين أو موجود في مكة، مجرد ما يضغط مع حجاج مملكة البحرين يقدر يوصل إلى خيمته.
سواء في ميناء أو عرفة. فهذا الحمد لله نلقي إن شاء الله، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه تلقى إعجاب والحجاج وتكون يعني تحت عند حسن ظنهم. اللجنة الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية لم تفتأ في مباشرة مهامها منذ يومها الأول، فقد عكفت على تفتيش جميع الخيام والتأكد من أوضاع السلامة في جميع مخيمات المشاعر. مرة وصولنا إلى الأراضي المقدسة هنا في عرفة، قمنا بحملات تفتيش، وكانت مهامنا كالتالي: أولاً قمنا بتفتيش اللي هي الأساك الكهربائية، شرطات السلامة كاملة في الموقع، المكيفات، المولدات الكهربائية وغيرها من الأمور اللي بحد ذاتها احتمالية أنها تسبب أي خطر على حجاجنا. وإحنا نطمن حجاجنا إن شاء الله أن الأمور جداً طيبة، والأمور طيبة إن شاء الله، ما في أي خطر بيكون عندهم، وإحنا الأمور كلها فتشناها وتأكدنا من سلامته وكل شيء على ما يرام. فريق الكشافة بالبعثة هو الآخر تابع جميع مجريات تخطيط وتوزيع المخيمات، حاملاً راية الجانب التنظيمي والإداري في هذه المشاعر. مهمتنا مساعدة لجنة التخطيط الهندسي واللجنة الأمنية. طبعاً بدأنا في توزيع المخيمات على الحملات، وطبعاً الفريق الكشفي متواجد في المشاعر المقدسة أرض عرفات ومزدلفة ومنى، ومهمتنا مساعدة جميع اللجان في البعثة. البعثة البحرينية وهنا اختتمت جولتها بأراضي مزدلفة التي من المتوقع خلال الأيام القادمة أن تكون جاهزة بأتم صورة، وذلك قبل وصول الحجاج البحرينيين. جولتنا اليوم طلعنا يا أفراد البعثة على مشاعر عرفة، وقعدنا على الموقع وأكملنا جميع الالتزامات في الموقع عرفة، وطلعنا على مشاعر مزدلفة حق يطلعون على الموقع مزدلفة اسمه احنا موجودين فيه الحين، وعلى احتياجاته، وإن شاء الله تم تغطيته كاملة، وإن شاء الله من بكرة بنبتدي تسليم أرض عرفة على الحملات، ومن بعدها منه، ومن بعدها عقب مشاعر مزدلفة إن شاء الله، ونكون إن شاء الله في خدمة حجاج البحرين إن شاء الله. الله أكبر ولله. أيام ويكتمل عقد جميع الحملات البحرينية، أيام ويقف الجميع هنا ملبينا ومكبرين. إلى هنا مشاهدين الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية هذه الرسالة، على أمل أن نلتقيكم في الرسالة القادمة. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.